أنا أعرف جيدا أنه اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم لما صار لكل واحد قناته، لكل واحد منصة اللي يتحدث منها، أصبح محبي والمهتمين بالإعلام في ازدياد. اليوم كل شخص يحب الإعلام، وكل شخص ربما يسمي نفسه إعلامي، ولكن حتحدث عن هذا الموضوع. لكن نيجي نقول الشغف لوحده هو الطريقة الأولى، لكن تحتاج إلى أن تعرف ما هي الطرق أو الوسائل أو المهارات اللي لازم أبنيها في نفسي حتى أصل لأكون إعلامي. ليس إعلامي بسيط، ليس إعلامي أتواجد يوم وأختفي في اليوم الثاني. أحتاج أكون إعلامي فعلا، واضع بصمتي سواء في قناة أنا أعمل فيها، في صحيفة أشارك فيها، أو حتى في منصتي الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. يا سلام. أحيانا نحن نفكر بمثلا نقول من هو المذيع المميز؟ أول شيء يجي في بالنا إيش؟ الأخبار. أخبار، إيش غيرها؟ هل تقصد يعني أسماء معينة يعني؟ لا، ليس أسماء، مهارات كذا، أشياء. صوت مثلا، نقول دائما الخامة الصوتية هي ما تميز المذيع. حنجرة صح. لكن أحيانا في أشياء ما ننتبه لها، أشياء لها علاقة بشخصياتنا. المحاور التلفزيوني الشهير الأمريكي لاري كينج اشتغل 57 سنة في حوارات، أجرى حوارات مع كثير من رؤساء الدول، مع شخصيات مشهورة. عندما سئل ما سر تميزك واستمراريتك في هذه السنوات كلها؟ ما انقطعت، أحيانا الواحد يسوي برنامج وينقطع بعدها. فكيف استمريت هذه السنوات كلها؟ كان متوقع يقول إعداد، ناس ساعدوني شيء، قال لا، الفضول. الفضول اللي داخلي هو اللي خلاني أستمر هذه الفترة كلها. أنا في كل حلقة أحاول أن أسأل الضيف وكأني شخص فضولي، كأني أنا جالس في الطيارة وجنبي واحد وأبى أسمع قصته، مو كأني شخص أبغى أتكلم أكثر مما يعني مما يتحدث الضيف. أحيانا نركز في العمل التلفزيوني، عمل إذاعي، على الكلام، رغم أنه الحقيقة في العمل التلفزيوني المهارة اللي تحتاجها هي السماع. أنت لك إذنين ولك لسان، فبتحتاج إلى أن تسمع للناس، تسمع شكاويهم، تسمع اهتماماتهم. الفضول أنا أتوقع أنه شيء مشترك في كل من يعمل في قطاع الإعلام. وفكر فيها، المذيع فضولي لأنه يسأل، الصحفي فضولي لأنه هو يبحث عن القصة الصحفية، المخرج يبحث عن قصة، عن فيلم وثائقي، المصور هو بس مطلوب منه أن يأسر لقطة معينة، هو فضولي يبحث عن هذه اللقطة المناسبة. فهذه مهارات ليست إعلامية بذاتها، لكن هي مهارات حياتية. لذلك هناك نوعين من المهارات، هذه ما هو دائما نركز عليها. بعض المهارات اللي نركز عليها هي المهارات المهنية، المهارات المعتادة، مثل الصوت، مثل مهارات الإلقاء، مثل مهارات الظهور أمام الشاشة، مثل مهارات الكتابة، كتابة المحتوى، كتابة الأخبار، التصوير. هذه مهارات نحن نعرفها، تدرس في الإعلام، تدرس في أقسام الإعلام، نتعرف عليها ونمارسها في حياتنا اليومية. لكن في نفس الوقت في مهارات ثانية هي نسميها المهارات الخفيفة، نسميها واحدة مهارات hard skills وشيء اسمه soft skills باللغة الإنجليزية يعني. فالمهارات هذه الخفيفة هي مهارات في حياتنا، يعني لا يكفي أنك تكون مخرج مميز ما لم تكن عندك مهارات فريق العمل. يعني مهما كنت عندك رؤية إخراجية ومصور، إذا ما تقدر تدير فريق عملك أنت ينقصك الشيء الكثير. لا يكفي أن يكون لديك خامة صوتية رائعة وعندك مشكلة في التواصل مع الناس. فالإعلام الجيد هو من يعرف ما هي المهارات اللي يمتلكها. أنا أعرف مثلاً أنا أستطيع أن أظهر أمام الكاميرا، أنا أعرف أني مصور جيد، يجب أن أعرف هذا الشيء، أعرف ما هو شغفي، أعرف ما هي مهارات اللي عندي، ثم أبحث عن المهارات الأخرى اللي تنقصني. مهارات الصوت مثلاً، طريقة الإلقاء، من الاثنين بالضبط، من المهارات المهنية مثل الصوت، ومن المهارات الحياتية البسيطة مثل التواصل، مثل فرق العمل، مثل الإلقاء وغيرها. فأنا دائماً أبحث عما ينقصني. هل صار الفضول عند يعني بعض الإعلاميين، هل هو مهارة؟ الفضول شيء داخلي خلاص، صحيح. فيختلف من شخص لآخر. كل ما كان الشخص فضولي ويبحث أكثر، كل ما استطاع أن يخرج بمحتوى أفضل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.